مرحبا. بشكل يومي عم نطلع عليكم على شاشة سما الفضائية لنخبركم كل جديد المشاهير، جولة سريعة على أهم وآخر الأخبار يلي كانت ترند عن نجومكم المفضلين. ما فينا ننكر إنه السوشيال ميديا بهذا الوقت صار من أهم الأشياء بحياتنا، وطبعا استخدامه تعدى التسلية، وما فينا ننكر إيجابياته الكتيرة يلي بتسهل علينا كتير أمور، ولكن ببعض الأوقات عم نشوف إنه البعض عم يستخدمه بطريقة جدا سلبية، إن كان بالتنمر أو لخبر وفاة لمجرد إنه صاحب المنشور حابب يعمل سكوب ويجمع أكبر عدد من اللايكات. هذا اللي صار مع تيم حسن بعد ما انتشر فيديو على التيك توك لحادث مروع، وانكتب إنه هالسيارة لتيم وإنه هالحادث أدى لوفاته. وطبعا بعد ما انتشر هالفيديو وتم التأكد إنه مجرد إشاعة، استنكر المتابعين هيك نوع من الأخبار واعتبروا أنه بتأثر بشكل سلبي على نفسية الممثل وعائلته وأولاده، خصوصاً إذا كان بعيد عنهم. لما بيكون الفنان متعدد المواهب وبيمتلك صوت حلو لجانب التمثيل، كثير من المشاهير بيفضلوا يضلوا على لقب ممثل، وهذا اللي بيفضله شادي الصفدي، فشفنا النجاح يلي حققه كمغني مع فرقة سفر، والنجاح يلي حصدوا فيه الباند أرقام على يوتيوب وحفلات كثيرة. وبأحدث لقاءاته أكد الصفدي رفضه للقب المطرب بالرغم من النجاح الكبير يلي حققه بأغنية يا ويل ويلي، ووضح أنه مؤدي للأغاني ومانه مطرب، وأنه بيعرف ومتأكد من وجود أشخاص كتار ما بيحبوا صوته، ووصف هالحالة بالطبيعية، وأشار بأنه ما بيفضل الغناء على التمثيل والعكس صحيح، إلا أنه بالغناء بينفصل عن الواقع. طبعا أما عن جديده فأكد أنه في 5 أغاني جاهزة وعم ينتظر تصوير الفيديو كليب لهم بالأيام المقبلة، وأكد ثقته بأنه الأغاني الجديدة رح تكون بتنافس يا ويل ويلي يلي حققت نجاح كتير كبير. كتار من المشاهير حبوا يفتتحوا 2022 بأعمال جديدة يقدموها لجمهورهم بالسنة الجديدة، وهيك عمل ماجد المهندس يلي حب يفتتح 2022 بميني ألبوم جديد وبعنوان مشتاق لك، وبيضم الميني ألبوم 4 أغاني هن مشتاق لك، نبعد ونقسى، لو سأل، يا هلا ومرحبا، وتم طرحها بالكامل عبر يوتيوب. واقتربت أغنية مشتاق لك لمليونين ونص مشاهدة بأقل من 24 ساعة من طرحها. خلونا نسمع سوا ونرجع لنكفي باقي أخبارنا لليوم. أتمنى الكل ينتبه من أوميكرون، لأنه ما في عوارض جانبية لو ما راجع تكمل التصوير مشاهدي مسلسل بيوت من ورق ما كنت عملت PCR وهيك عرفت أني بوزيتيف. الله يشفي الجميع. بهي الكلمات حذرت داليدا خليل متابعه من أوميكرون بعد ما طلعت نتيجة PCR إيجابية للنتيجة يلي عملت لها مسحة. وبآخر تصريح لها عن هالموضوع قالت أنه مو متأكدة إذا كانت ببداية الفيروس أو نهايته، وما بنعرف كيف بنحدده وبنعرف عوارضه. بتمنى من الكل أنه ينتبهوا ويكونوا بصحة جيدة. هاي كانت حصيلة الأخبار يلي كانت ترند بالساعات الماضية. أخبار جديدة يومية بفن نيوز. تبقوا بألف خير.